سارة الودعاني تعلن اعتزالها بعد أخبار خيانة زوجها، وما قالته أقلق الجمهور. أنا سارة الودعاني أكيد أحتاج فوق 15 عاملة. أنا سارة الودعاني أكيد كل سنة حامل. قررت مشهورة السوشيال ميديا السعودية سارة الودعاني الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي دون توضيح الأسباب التي دفعتها لهذه الخطوة المفاجئة، الأمر الذي أثار حالة من الجدل لدى الجمهور. ما في شيء يجي في يوم وليلة، كل شيء يجي بالتدريج أكيد، وأنا مؤمنة بهذا الشيء وأنا على وفي التفاصيل، شاركت سارة الودعاني متابعيها على حسابها عبر سناب شات عدة منشورات ألمحت عبرها ابتعادها عن العالم الافتراضي وسط حالة من الصدمة والتساؤلات. ويبدو أن سارة لم تكترث لملايين المتابعين، إذ كتبت في أحد المنشورات: تسمحون لي ابتعد عن السناب شوي، وبعدها بدقائق أضافت: أستودعكم الله. رغم أن سارة الودعاني لم تكشف عن أسباب ابتعادها، إلا أن المتابعين ربطوا قرارها بشائعات حول ارتباط زوجها رجل الأعمال عبد الوهاب السياف بسيدة أخرى، وذلك بسبب انشغالها بإعلانات لعلامات تجارية متعددة وإهمالها لحياتها الزوجية. لا شفت وجهك قلت يا حي ويا حي وجهك سهل. من جهة أخرى، ردد كثيرون أن قرار الابتعاد جاء في محاولة منها لتصدر الترند بعد أن تقلص الاهتمام بحسابها في الفترة الأخيرة. تخيلوا قبل شوي أمشي في الشارع الجدير بالذكر أن أزمة سارة الودعاني وزوجها تعود بعدما ادعت إحدى الفتيات أن السياف تزوج بإحدى قريباتها، وقالت إنه تزوج رسمياً من فتاة محافظة وتعيش في الجنوب، وأوضحت أن زواجه جاء نتيجة الحياة غير المنظمة لزوجته وسفرها الدائم وشخصيتها القوية، حيث يريد أن ينعم بحياة زوجية مستقرة. يمكن أنا بكيت أكثر أني ما ضربته أكثر من أنه ضربني، يعني تمنيت أني ضربته، يعني ليتني قمت بسرعة. ونفى الثنائي الشائعات جملة وتفصيلا، مؤكدين حبهما لبعضهما البعض. وشدد السياف أن اختياره لزوجته جاء بعدما انطبقت عليها المواصفات جميعها التي ذكرت في كتاب الله وسنة نبيه. هذا الموضوع، أول شيء لا سمح الله هذا الكلام كله غير صحيح بتاتا ولا يمت للصح. هذا وكانت قد ردت الفاشينيستا السعودية سارة الودعاني بطريقتها الخاصة على الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول زواج زوجها رجل الأعمال عبد الوهاب السياف من فتاة أخرى بعيدة عن عالم الشهرة. وشاركت الودعاني عبر حسابها الخاص في سناب شات صورة تجمعها بزوجها وعلقت عليها: الله يحفظنا لبعض ويديمنا حبيبين وزوجين وصديقين للأبد، أجمل أقداري وألطفها. تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com، واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.